السلام عليكم. وعليكم السلام يا دودو، ازاي حضرتك يا حبيبتي؟ انا زميلك وهنا في الابلكيشن. عامله ايه يا حبيبتي؟ منوراني. تسلمي لي يا ماما، تسلمي لي. انا كنت حلمت بحلم كده غريب. حلمت ان انا زي ما اكون طايره في الشقه بتاعتي، وفتحت باب الشقه كان طالع جوزي وبنتي وانا برضو حواليهم طايره، وتملي احلم الحلم ده ان انا زي ما اكون طايره كده ومفيش حد شايفني. وبعدين يا جماعه في طب خرجتي بره الشقه ولا عملتي ايه؟ خرجت بره الشقه على السلم كده، وكان جوزي وبنتي طالعين ومحدش شافني، مش عارفه ايه الحلم الطيران. انت في حاجه بتداريها عصفوره؟ لا بالعكس. لا مش للدرجه دي، مش تبقي عصفوره. هقول لك على حاجه، الطيران كتير جدا جدا بيكون تغييرات ايجابيه في حال الرعب. انت خرجتي بره، لو في حاجات بتبقى حاجه نفسيه ان انت مش عاجبك حالك، لا انا عايزه ابقى احسن من كده، ودي فينا كلنا، بس مش كل الناس تشوف نفسها طايره. وفي اوقات بتبقى مسؤوليات ضغط على الرأي، لا انا عايزه انطلق بقى شويه، لان انت بتخرجي من دي، بس المهم ما خرجتيش بره خالص. انت ده لا 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 لا. على السلم. العماره بتاعتي في العماره. فهنا السلم هنا ما تخرجي عليه، في عوض سنين. يا مسهل يا رب. عوض سنين عدت عليكي. فان شاء الله يا رب يا رب ربنا يبشرك بالخير كده، واللي جاي لك يكون خير باذن الرحمن. المهم بس ما يكونش حد ضربك ونزلك. يوف لا بعد الشر. مصممه بقى عطوره يعني. يا رب حبيبتي تسلمي لي يا قمر، واسفه ان انا خدت من وقتك. لا بجد نورتيني يا دودو، وان شاء الله تكون معانا على السلامه. فاتت اخواته وبابا قاعد بيضحك، بس انا مش فاكره هو انا عطيته ساندوتش واكله ولا لا، اللي هو باباهم الله يرحمه، مش فاكره الصراحه. وفي النهارده ابني برضو هو برضو مش فاهمه ماله، هو حلم بقطه محبوسه في عند بتاع القطط كده، وطلعت له من القفص من غير ما يتفتح لوحدها كده، اخدها وجابها لي البيت، وقال لي يا ماما انا عارف انك هترفضي تاخديها، بس هي صغيره قوي وما اقدرش اسيبها. فقلت له لا دي ما ينفعش تتساب، خفت عليها من صغرها وجمالها، وخدتها على اني اربيها بس كده. بس كانت صغننه خالص خالص خالص، ده بيشاور لي على كف ايده قد كف ايده، اصغر كمان. بصي هي رؤيه حلوه، والرؤيه لا لها برضه حلوه، عارفه اللي هي تحقيق الامنيه اللي هو بقى الاكل اللي انت اكلتيه، جاي من تحقيق الامنيه صعبه جدا جدا جدا، بس هتبقى على هوا ولادك، هتبقى فيها راحه لولادك مستقبلا. اللي هي الرؤيه الاولى، الرؤيه يعني الامنيه دي تخصني مش تخص ابني؟ تخصك انت في حياتك الخاصه طبعا، هتعم بالخير على ولادك. انا بحسب الرؤية تخصه عشان هو اللي جاي بالحاجة، انا فهمت كده. الرؤية الثانية وبرضو بصي في قطة. ليا سؤال. تتفضلي قمر. في شخص تعرفيه عنده بنوتة؟ بنوتة صعبة؟ لا رباها، هي مش بنته. رباها من وهي عندها 5 سنين، وصعبة وغدرت بكل التربية دي كلها. حقيقي تعرفي بقى المفاجأة في الرؤية دي، ان البنت دي هتكون معاكي في صفك في وقت ما. يعني سبحان الله، هو متزوج صح؟ ومعاك تمام. البنت دي صعبة جدا جدا جدا. حقيقي انت اليفة جدا جدا جدا. يا سبحان الله، شفتي؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير. ربنا يزيدك من فضله يا ملوكة، لان الموضوع ده انا عمري ما كلمتك فيه. الله يزيدك من فضله ويصب عليكي من خيرات ويفتح عليكي من علمه. الله يزيدك يا قلبي وبشرك بكل خير يا رب. حبيبتي يا شيخ تسلمي لي، وربي يعطيك السير والفرح يا حبيبي. اخويا حلم انه بيجري في غابه. شوفي يا دودي، طبعا دي بتكون مشقه الحياه وسعيه في الحياه، كل ما كانت فيها فروخ خضراء او شجر، المهم ما يكونش الشجر ناشف، فكده معنى كده ان هو هيسعى في الحياه بطريقه كويسه جدا جدا.
ان شاء الله ربنا هيعطي له خير اللي جايها. طول السلام عليكم، ايه اخبار حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. ممكن تفسير حلم؟ انا حلمت ان شفت قشره بيضاء فاضيه في بيتنا. قشره ايه بقى؟ لو قشره بيض ليها حاجه، يعني حاجه تخش التحصينات. وشوفي المكان اللي لقيتي فيه القشره دي فين، شوفي المكان ده ايه بالظبط، ان شاء الله ترشي فيه ميه بقرآن. اه اتفضلي. انا اصلا متابعه حضرتك من سنين زي ما قلت لك، مريت اللي هي فتره صعب القرض اللي كنت بحكي لحضرتك عنها، فعملته اول ليله وجيت نام. شفت زي ما يكون حد خانقني وعمال اقرا ايه الكرسي، وعمال احط راسي يمين واخبط يمين وشمال على السرير، وحد زي ما اكون كاتم على نفسي عمال اقرا ايه الكرسي ايه الكرسي ايه الكرسي، وبصيت على الشماعه اللي عليها هدوء يميد في الحقيقه. وحسيت برضو ان في خنقه كبيره على صدري. وفي نفس سيبك من كل ده، شفتي مين؟ هقول لك. وفي نفس الليله دي برضو يعني صحيت من النوم وصليت الفجر ورجعت النوم تاني، شفت بنتين جيراننا هما الاثنين اخوات شايلين قميص بين بتوعي، القميص اللي هو قط اللي بيتلبس في البيت ده، مش قميص نوع يعني، قميص من بتوعي قط لونه اسود متطبق، وواحده خدته ومشيت بيه حطيته تحت عتبة باب دكان. فبعدين انا بقول لها اخواتي انا شفتك، لا هما بنتين اخوات في الشارع جيراننا جيران. فانا بقول لها انا شفتك انت اخدتي القميص بتاعي ليه؟ ماشي يا اسمي. قلت لها لا، قلت لها لا انا شفتك انت واخداه عشان تدي لمامتك صح؟ راحت ساكته تمام. فكملت تاني يوم وكملت تالت يوم ورابع يوم بس ما عادش بشوف حاجه، وخامس يوم، سادس يوم الصبح لقيت امي بتقول لي انا شفت، انا حلمت بيكي انك داخله عندي الحمام، بس الحمام مش حمامنا، حمام كبير والدش فيه كبيره، ولقيتك داخله على الحمام وقالع هدومك رميها بره، تقولي هدومي وسخه قوي، انا قرفانه منها قوي، وعماله تستحمي والميه جديده جديده جديده، وعماله تستحمي تحت الدش. واليوم السادس ده سبحان الله جاي اقرب بليل، تحسي ان انا في اللحظه اللي هي اخر يوم بقى هقرا فيه ورد مريم، حسيت اني كنت في ظلمه ونورت، كنت عامل في كآبه راحت من عليا بشكل رهيب. حسيت مع اني الليله اللي قبلها كنت معيطه ومنهاره، سبحان الله مريت بسنين اعلم بها الله رب. الجيران دول علاقه، انا اقول لك هم جيران عاديين جدا، كانت علاقه قريبه من فتره كبيره، عشان وقفت جنب الست مامتهم دي واقفه جدعانه قوي، ابنها وقع وانا اللي قعدت بيه وانا كده وهو صغير. ففي اليوم الاخير انا شفت اسمها مكتوب على ورقه. ايه؟ انا هي اليوم الاخير بقى اليوم السابع انا شفت هي بترن عليا على الموبايل، فانا بقول في التليفون يا اخيرا هو انت؟ فبعدين لقيت مكتوب في ورقه فلوسكاب اسمها رباب اللي هي مامتهم فعلا. طب هل انا كده خلصت منه ولا ايه؟ معرفش. بصي تجنبيهم، تجنبي كانت كل لما تيجي البيت، كنت كل لما تيجي البيت عندي زياره لازم يحصل مشكله من اي نوع. اي نوع؟ ايوه. ما انا في لو انا هي جيراننا، لو انا يعني لو شفتها في البلكونه ادخل اتخانق مع حد من عيالي. معلش بصي، هو ربنا هو راح ولا ما راحش؟ لا هو خلاص ان شاء الله راح، بس انت عملتي كام يوم كده؟ ثلاثة؟ عملته سبعة ايام. برافو عليك. السابع اللي الاسم، اليوم السابع اللي الاسم ظهر لي فيه. اليوم السادس اللي ماما شافتني بستحمى فيه. الحمد لله. وكنت قرفانة من نفسي والمية كانت شديدة. ربنا يزيل اذاكم. بصي هي خلاص، هي الرؤيه وضحت وواضح مين اللي سبب لكم في اسف يوم من الايام. عايزاكي بقى ايه تعملي التحصين اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بقى اللي انا ما قلتوش في الفيديو بتاع ورد مريم؟ سوره مريم هتقدري تقريها الصبح وبالليل. معلش انا بقراها اصلا، انا حبيت الصوره يوميا عشان بقراها كتير، انا حبيتها حسيت فيها عبر كبيره كتير قوي، فانا حبيت انا كل يوم اقراها كده لوجه الله بس مره واحده. خلاص خليكي بقى مستمره كده، لانك انت بتعملي على نفسك هاله كده من اي اضرار، من ناحيه اي حد ممكن ياذيكي بسحر لا قدر الله. ممكن تكرره تاني؟ ممكن تكرره تاني؟ اصلا انا عايزه اقول لك، انا صحيت فتحت الدولاب عمال اقلب في القميص مش لاقيه، وفي الاخر لقيته مرمي في مكان اصلا ما حطيتوش فيه. معلش بس لقيته. هو الموضوع قديم مش النهارده، ده موضوع قديم. ده بقى له بتاع 3 4 سنين. وانا من 3 4 سنين في مشاكل جامده يعني، واحداث كرب من كل النواحي.
يفك كربك يا رب يا حبيبتي، وان شاء الله يعني بصي انتهى الكرب والحمد لله ان الورد عمل معاكي نتيجه كويسه بفضل ربنا، واستمري بقى زي ما قلت لك على التحصينه. تمام، التحسين اللي هو قراها الصبح وبالليل مره ومره زي ما انا قلت لك كده، او مع صدقه بقى، صدقه شكر لله. وانا بقرا عموما يوميا سوره البقره من سنين برضو. تمام مش عارفه ازاي اصابني السحر. معلش سبحان الله، معلش. طب هو كده ولادي يطير لهم اذى؟ حبيبتي نورتيني. ولادي يطير لهم اذى؟ ايه؟ ولادي بس سؤال، ولادي يطير لهم اذى؟ بصي خلاص بقى، هو الموضوع اتخلصتي منه، مش واضح لي ولادك، انا واضح لي انت. يعني انا مش مهم، بس كان يهمني انت فاهمه. خلاص الموضوع اترفع لله. اترفع بسبع ايام بالحموم بالرؤيه اللي امي شافتها؟ اه طبعا طبعا طبعا. والراحه النفسيه الرهيبه اللي كنت بقرا فيها ورد مريم اخر يوم، اليوم السابع. الحمد لله الحمد لله، طلعي صدقه فضل وشكر لله. ربنا يبارك في حضرتك وربنا يجازيكي عنا كل خير. حبيبتي تسلمي. شكرا ليكي. شكرا لي يا حبيبتي، مع السلامه. السلام عليكم، ازيك؟ الحمد لله، عامله ايه؟ هقول حلم. الحمد لله هقول حلم بس بسرعه. يعني بسرعه؟ ماشي. انا حلمت ان حد بسرعه يا جماعه، احط عليك واخد كده باب البيت. ايه؟ حلمت ان حد بيحاول يفتح باب البيت، وانا كنت يعني ساند الباب ظهري وخايفه جدا. فبعدين استجمعت قوتي كده وفتحت الباب عشان اواجه الشخص اللي بيحاول يزق الباب بتاع الشقه. فلما فتحت الباب لقيتها عباره عن يعني مفيش شخص، هو كيسه، وانا يعني مسكت الكيسه دي قطعتها حته صغيره جدا بايديا. فاهماني؟ لا عيدي تاني كده، عيدي تاني. حد بيحاول يفتح باب البيت. تمام. وانا كنت خايفه وزق الباب بظهري وهو بيحاول يزقه اكتر. انا كنت خايفه، بعدين استجمعت قوتي ورحت جايه شاده الباب عشان اواجه الشخص اللي بيحاول يزقه ويخش الباب. لقيته كيسه، شنطه، يعني شنطه بلاستيك فيها حاجه بس مش عاديه. فانا قطعتها لحته صغيره خالص، فالشخص ده كان في ايده حاجه ماسكها. فانا عشان ابعد اي حاجه قريبه من الشخص دوت، خدت الحاجه دي، واحنا عندنا على السلم كده شباك بيبص على الشارع، فرميت الحاجه اللي كانت في ايدي وببص اتاكد ان هي مشيت بعيد. لقيتها ولعت، يعني الحاجه زي قطعه قماش او كده. لما رميتها بتاكد ان هي مشيت بعيد عن بابي، يعني لقيتها ولعت. بس تمام. وبعدين بس كده الرؤية دي بقى لها قد ايه؟ اسبوعين او حاجة. طيب في حصلت مشكلة بعد الرؤية دي ولا حاجة؟ لا. طيب هنستعيز منها وتجنبي، لان في حد هيجرك في كلام. هو ممكن انا يعني بحسها ايه؟ عشان والدي بحسها عشان والدي متوفي، ان هي زي خوف وكده وقلق. يا فهماني؟ لا هو ده كلام، ده رغي 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 جامد عليكي. بصي مش عليكي، عارفه حد ممكن تقولي كلمه يحاولوا يكبروها شويه. هو ممكن حاجه زي كده فعلا. فخدي بالك بس كده، وربنا يا رب يسترها معاكي دايما يا حبيبتي. بس خلاص انا شايفه ان انت هتتجنبي كل ده، كل ده هتتجنبي، ما تقلقيش. هو لو شخص على طول بحلم، يعني شخص فاشل مش ايه بينا كلام، شخص فعلتي مش في بينا كلام، بحلم دايما انه بيطاردني في الاحلام، وانا بحاول اتفاداه، يعني احاول ما اشوفوش وابعد. طب نظراته ليكي ايه في الواقع؟ لا هو حد كبير، يعني شخص زي والدي. تمام. دايما هو بيجي يطاردك؟ هو عمي وانا مش بكلمه يعني، بس في الحلم على طول بيجي لي وانا بحاول اتفاداه. يعني لو لقيته في مكان بحاول امشي، بحاول امشي. انت من النوع اللي انت حساسه قوي لما بتدخلي في مشكله بتاثر عليكي في فكرك باستمرار؟ لا حاولي تهدي شويه، اهدي. لانك انت لما تلاقيه بالشكل ده يبقى انت دائما يعني عارفه لما بتخشي في اي حوار بيبقى دماغك شغاله عليه باستمرار باستمرار، ما بتفصليش. هي طبيعه، هي طبيعه وغصب عن الواحد، بس انت هي مجرد بس الحاجة اللي جواكي بتطلع في المنام. شكرا حبيبتي، ربنا يهونها عليكي يا رب.